تهديد بالطرد وإيقاف للخدمات العلاجية، ومصير يلفه شتات ينتظر جرح الميليشيات الموالية لحكومة السراج الموجودين في تركيا. ففي تطور لافت، هددت تركيا بطرد المصابين في العمليات العسكرية ضد الجيش الوطني في حال عدم سداد الديون المتراكمة لصالح مستشفياتها وفنادقها جرح ما يعرف بعملية بركان الغضب، كشفوا خلال تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم اللامبالاة التي توليها حكومة السراج لهم، ونددوا بما يحدث لهم في تركيا من إهمال وما يتعرضون له من تهديدات رسمية بالطرد بسبب عجزها عن دفع الديون المالية إلى المستشفيات والمصحات والفنادق التركية خلال 7 أشهر الأخيرة. المصابين الذي ظهر بعضهم مبتورا والبعض الآخر يعاني من كسور، أوضحوا أن المنشآت الصحية في تركيا توقفت عن تقديم الخدمات العلاجية لهم منذ 10 أيام، كما هددتهم بإخلائهم من أماكن سكنهم في الفنادق خلال أسبوع واحد، داعين المسؤولين في المنطقة الغربية إلى ضرورة التدخل لتوفير أبسط الحقوق لهم وتمكينهم من إكمال علاجهم نظير التضحيات التي قدموها في المعارك الأخيرة ضد الجيش الوطني بحسب تعبيرهم. مئات الجرحى من الميليشيات الإرهابية موجودون في المستشفيات التركية لتلقي العلاج، بينما تتولى حكومة السراج تسديد نفقات علاجهم إلى الحكومة التركية.